كون بعض المرات تجاوب بعض المرات لا على حسب الطبيعه الطبيعه ديال المهرجان الطبيعه النشاط كاين بعض الفرق اللي كيبغيو يجيو ولا كيشاركوا معنا في الكرنفال الفرق المشاركه معنا في الكرنفال يمكن ما كيكون يمكن الاعوام اللي فاتت اللي كنت تقسم الجهه ديالنا في اللمعان ديال ديك الفرق يبانوا ديال الترويج الاعلامي يمكن يكون هذا خطا ديالنا ممكن اما نحن من خلال الدورات السادسه السابعه كان عندنا اكثر من 35 دوله مشاركه في المهرجان لو كنا نرجعوا للستوريك ديال المهرجان راه كاين اكثر من 35 دوله مشاركه اللي دازت معنا الدول الافريقيه عندنا العام السنه اللي درنا مهرجان الضيف شرف افريقيا راه كان عندنا 36 دوله افريقيه مشاركه في المهرجان وهنا كيعطينا اننا ان شاء الله في المستقبل ملاحظات هذه ديالكم ان شاء الله في المستقبل غادي نزيدوا نضيفوا نعم فيما يخص البرمجة على مستوى البرمجة ديال أنشطة القارة يعني هذا واش يمكن تضيفوا شي نقاط أخرى مهمة خاصة في انفتاح ديال المهرجان على الجالية المغربية بالخارج والجالية العرائشية بصفة خاصة. كما قلنا تو شاركنا في الفنون العرائشية ساكنة مقيمة ديال إسبانيا غادي نزيدوا الانفتاح على الجالية حاولنا نتواصلوا مع مراد ما توفقناش هذه السنة ولكن السنة الجاية غادي نكون ان شاء الله نكون احنا المهرجان ماشي مبتكر على واحد البيئه او على واحد الجهه احنا المهرجان مفتوح للجميع الاخوان اللي بغاو يشاركوا معنا كنفتحوا لهم البيبان ديالنا مفتوح للمهرجان كل سنه راه مازال غادي غير الدوره 11 ومازال ان شاء الله الدورات واحده اخرى اللي غادي يكونوا فيهم بزاف ديال المفاجات ان شاء الله بالتعاون ديالكم التعاون ديال الاخوان اللي تخدموا كامل شكرا.